فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد والإمام راكع، فلأجل أن يدرك الركعة ركع قبل أن يصل إلى الصف، وبعد الرفع من الركوع أخذ يمشي بمقدار 10 خطوات أو أكثر كي يصل إلى الصف، فما حكم صلاته؟ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر رضي الله عنه ونهى، قال زادك الله حرصا ولا تعد، فلا يعمل هذا ولا يجوز هذا. امشوا عليكم السكينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. نعم.